السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع، الله يعطيكم العافية. أخذنا في الحصة الماضية عن الزوايا المثلث، وحكينا إنه زوايا المثلث دائما تساوي 180 درجة، والزاوية القائمة 90 درجة، والزاوية الخارجية اللي برا تساوي مجموع الزاويتين البعيدتين الداخليتين. وحكينا إنه أي زاوية، أي خط مستقيم دائما يشكل زاوية مستقيمة 180 درجة، إذا عليها زاويتين واحدة معروفة نطرح 180 ناقص اللي معلومة بتطلع الثانية. كمان حكينا إنه زوايا المثلث في المثلث متساوي الأضلاع كلها متساوي 60 درجة، وفي المثلث متساوي الضلعين زوايا القاعدة اللي تحتها ولم تكون متساوية. طيب الآن بنحل مسائل سهلة جدا على المثلث ومن هي موضوع المثلث. طالع عند السؤال بدنا نطلع جد قيمة اكس في الزوايا التالية، معطيه مجموعة من المثلثات فيها زوايا، بدنا نطلع قيمة اكس احنا في هاي الزوايا. هون معطيني معادلة وهون معطيني معادلة وهون معطيني معادلة، طلع كيف المعادلات ما اسهلها، سهلة جدا يعني اسهل شيء تحل معادلات في المثلث في المثلثات او في الزوايا. طيب اطلع الان هون هاي الزاوية قديش؟ 2 اكس. هاي الزاوية 90 درجة. هاي الزاوية الخارجية 4 اكس زائد 20. طيب احنا شو حكينا عن الزاوية الخارجية؟ الزاوية الخارجية تساوي مجموع الزاويتين البعيدتين الداخليتين، يعني هاي تساوي هاي زائد هاي. طيب خلينا نساوي مع بعض وتساوي. إذا 4 اكس زائد 20، 4 اكس زائد 20 شو بتساوي؟ بتساوي هاي زائد هاي، يعني تساوي 2 اكس زائد 90، لانه هاي 90 درجه. ممتاز، صار عندي معادله بدي احلها. الان نخلص اول شيء من ايش؟ نخلص من 20، شو بحط لها؟ سالب 20، وهون سالب 20 هاي بتروح مع هاي، شو ضل عندي هون؟ ضل عندي 4 اكس تساوي 2 اكس 90 ناقص 20 وتساوي زائد 70. طيب بدي اخلص الان من اقل شيء من اكسات، انو اقل شيء بالمتغير هاي 2 اكس، اذا سالب 2 اكس هنا سالب 2 اكس بتروح هاي مع هاي سالب 2 اكس، 4 اكس ناقص 2 اكس 2 اكس تساوي 70. على 2 وعلى 2 بتروح 2 مع 2، اذا اكس تساوي 35، اكس تساوي 35، اكس تساوي قديش؟ 35. طيب كيف بدي انا اتاكد انه حل صحيح ولا مش صحيح؟ الحل الصحيح بعوض الان 35 هون وبعوض 35 هون. طيب خلينا نجرب 2 ضرب 35، هاي 2 ضرب 35 ويساوي 70، هاي طلعت تساوي 70. خلينا نعوض هون 4 ضرب 35 زائد 20، 4 ضرب 35 140، إذا 4 ضرب 35 140 زائد 20 وتساوي 160، وتساوي 160. طيب اجمع 70 زائد 90 وتساوي 160، إذا طلع حلك صحيح 100%. إذا خلينا نعيد على السريع هنا، إذا الزاوية الخارجية تساوي الزاويتين البعيدتين ها زائد ها، 4 اكس زائد 20 تساوي هاي هي 4 اكس زائد 20 تساوي 2 اكس زائد 90، 2 اكس زائد 90 صارت معادله. بدي اخلص اول شيء من 20، بحط لها سالب 20 وهون سالب 20، بتروح سالب 20 مع 20 ضل عندي على الطرف 4 اكس تساوي 2 اكس زائد 90 ناقص 20 70. طيب ضل عندي هون 4 اكس وهون 2 اكس، بتخلص دائما من متغير الاقل، هاي 2 اكس بحط لها سالب 2 اكس، هون سالب 2 اكس
بتروح هاي مع هاي 4 اكس ناقص 2 اكس 2 اكس تساوي 70 ضلع الطرف 70 نقسم على 2 نقسم على 2 اذا اكس تساوي 35 حتى اتحقق من اجابتي صحيحه او خطا بعوض الان 35 هون 2 اكس يعني 2 ضرب 35 طلع 70 هون 4 اكس زائد 20 يعني 4 ضرب 35 زائد 20 وتساوي 140 زائد 20 وتساوي 160 طيب اجمع 160 زائد 70 زائد 90 هاي القائمة تساوي 160 درجة هذا خلص الأول نيجي على الثاني عندي هون 50 وعندي هون 40 وهون معطيني 2 اكس زائد 20 زوايا المثلث كلها قديش 180 إذا هاي زائد هاي زائد هاي 180 نجمع هاي 40 زائد 50 زائد 2 اكس زائد 20 تساوي 180 تساوي قديش 180 خلنا نعيد انتبه دولا هاي قديش 40 زائد هاي قديش 50 زائد هاي قديش 2 اكس زائد 20 كل هذول الثلاث شو بيساوي؟ بيساوي 180 اذا تساوي 180 ممتاز بنجمع الان 40 زائد 50 90 90 زائد 20 110 اذا 2 اكس زائد 110 تساوي 2 اكس زائد 110 تساوي 180 ممتاز شو بدي اسعي؟ بدي انا اخلص من 110 شو بحط لها؟ سالب 110 سالب 110 هون وسالب 110 ونجمع هاي بتروح مع هاي الى 2 اكس تساوي 180 ناقص 110 وتساوي 70 على 2 وعلى 2 2 مع 2 اذا اكس تساوي 35 اكس تساوي 35 خليني اتحقق حلي صحيح ولا خطا بعوض هون الاكس مكان اكس ايش 35 2 ضرب 35 زائد 20 2 ضرب 35 75 70 زائد 20 90 90 و40 130 و50 180 درجة 180 درجة هاي خلصنا الأول والثاني طيب نيجي على المثال الثالث هذا سهل هاي زاوية ايش؟ خارجية وهاي 90 وهاي 30 والزاوية الخارجية شو حكينا؟ تساوي مجموع الزاويتين البعيدتين إذا اكس تساوي اكس تساوي 30 زائد 90 اذا اكس تساوي 120 درجه اكس تساوي 120 طيب نيجي الان على هاي هاي الزاويه 70 وهاي الزاويه 40 والمثلث كله قديش 180 اذا 40 زائد 70 ويساوي 110 اذا هاي الزاويه اللي هي اكس وهنا واي إذا x تساوي 180 ناقص 110 إذا x تساوي 70 طب هاي 70 شو علاقتها مع y؟ شو علاقة y مع x؟ علاقة y مع x إنها إيش؟ إنهم متقابلات بالرأس تقابل بالرأس وإحنا حكينا الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية إذا زاوية نكتب هون زاوية y تساوي تساوي زاوية y تساوي زاوية x تساوي إذا زاوية y تساوي زاوية x حطهم بين قوسين تقابل بالرأس تقابل بايش؟ بالرأس إذا زاوية
واي تساوي 70. ظل عندي الزاويه هاي قديش طلعت؟ 70، وهاي قديش؟ 35. اذا الزاويه هاي اللي هي زاويه خلينا نسميها مثلا سي، زاويه سي تساوي زوايا المثلث قديش؟ 180. اذا 180 ناقص 70 و35 105. اذا زاويه سي تساوي 180 ناقص 105 وتساوي 75. 75. ظل عندي اخر شكل هنا في معادله. اول شيء ظل عندي هنا هاي الزاويه الخارجيه للمثلثان، خارج برا يعني جاي برا. شو بتساوي حكينا الزاويه الخارجيه؟ مجموع الزاويتين البعيدتين الداخليتين، يعني هاي تساوي هاي زائد هاي. طيب هاي 130، شو بتكون هاي الزاويه؟ هي زاويه سي. اذا زاويه سي تساوي 130 ناقص 60. 130 خلينا بلاش نتكلم 70، خلينا نعتبر هاي، خلينا نعتبر هاي اللي هي 76، مثلا 7 74، هاي 74. طيب زاوية 130 زاوية سي تساوي هاي ناقص هاي، لأنه هاي تساوي هاي زائد هاي. إذا 130 ناقص 74. إذا زاوية سي تساوي 130 ناقص هاي 130 ناقص 74، 10 فيها 6، ظل هون 2 12 اللي هي 5، إذا 56. زاوية سي تساوي 56، هي طلعنا هاي الزاوية 56. نجمع الآن 56 و 74 بيطلع عنا 130، ها 130. إذا زاوية سي طلعت عندي اللي هي 56. اجمع 56 زائد 74 بعطيك اللي هي مرة 130. طيب بدي احل معادلات. إذا 5 إكس هاي الزاوية وهاي الزاوية وهاي الزاوية المثلث قديش مجموعهم؟ 180 درجة. إذا بنحكي هاي الزاوية 5 إكس زائد أو ناقص 20. 5 إكس ناقص 20 زائد هاي قديش؟ 56. وهاي قديش؟ 74. كلهم هذول شو بيساووا؟ 180 درجة. طيب عندي هون سالب 20 و56 و74، نحكي 5 اكس ناقص 20 زائد 56 و74 130، كلها بتساوي 180. نطرح الان عندي هون سالب 20 وعندي هون 130، اذا 5 اكس زائد سالب 20 وزائد 130، يعني 130 ناقص 20 110 تساوي 180. اذا خلينا نخلص من سالب 110، سالب 110 هاي محل. اذا 5 اكس تساوي 180 ناقص 110 اللي هي 70 على 5 وعلى 5. اذا اكس تساوي لما نقسم 70 تقسيم 5 هي 70 تقسيم 5 70، 7 تقسيم 5 اللي هي 1، هي 5 بنزل 2 20 اللي هي 14، 4 ضرب 5 20 0 0 الى 14. اذا اكس تساوي 14، اكس قديش طلعت؟ تساوي 14. طيب كيف بدي اتاكد حلي صحيح ولا خطا؟ بدي اعوض مكان اكس 14، باجي بحسب 5 ضرب 14 ناقص 20. 5 ضرب 14 قديش؟ اللي هي 70 ناقص 20 وتساوي 50. خليني اجمع هاي مع هاي مع هاي، 50 زائد 56 زائد 74
ويساوي 180 درجة. 180 درجة. إذا أنا أكون هيك حليت مسائل ومعادلات على الزوايا وسهلة جدا، بس إنك تعرف أهم شيء تعرف الأساسيات. إذا عرفت أساسيات الزوايا اللي أخذناها ساعات بتحل عليها كل المسائل، وبنكون هيك حلينا مسائل على المثلثات. وإن شاء الله بحل لكم مسائل المثلث وببعث لكم إياها محلولة على الجروب إن شاء الله. وأي استفسار ومش واضح في الحل بإمكانك السؤال عنه. الله يعطيكم ألف عافية.